الأستاذ محمد الحربي أبو أحمد، أوكي، اللاعب السابق لرفع الأثقال، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، رئيس اتحاد اللعبة في السعودية، أوكي، وأيضا المحاضر في الفيفا. كل هذا الشغف كيف جاك؟ وكيف بديت هذه التجربة مع رفع الأثقال؟ يعني أنت وأنت صغير زي اللي تقول البراعم 6 و8 و10 كان عندك هذا الشغف وبالتالي ارتبطت في اتحاد رفع الأثقال؟ طبعا في أنا لعبت هذه الرياضة عمري 14 سنة، أوكي، عام 84 اكتشفت عن عمري ذا. فمن 84 أنا أمارس رياضة رفع الأثقال، وبعدين درجت إلى حكم في هذه الرياضة، لحكم دولي الحمد لله، وإلى أن تصير خبير في هذه اللعبة الحمد لله رب العالمين، معترف في الاتحاد الدولي، وقبلها كان في الاتحاد الآسيوي، ودخلت في معترك الانتخابات في 2013 في عضوية الاتحاد، كان في مجلس الإدارة، ومن 2016 إلى اليوم أنا رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال. جميل، بدأت مرحلة علاقتك مع رئاسة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال في مرحلة الأمير عبد الله بن سعد الله يذكره بالخير، صح؟ صحيح، صحيح. أوكي، كيف تم اختيارك إلى أن تكون رجل أول في لعبة رفع الأثقال في السعودية، ومن اللي جابك ورشحك؟ طبعا أنا ترشحت من خلال يعني من خلال النادي، الانتخابات العادية، مرشح النادي من مرشح من النادي إلى 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 الدخول في عضوية المجلس. في عضوية المجلس أنا كنت، وفي مرحلة المراحل تم اختياري من ضمن أعضاء المجلس أن أكون رئيس للاتحاد بعد انتهاء فترة المجلس السابق، إلى أن تم دخل يعني تشرفت ب يعني تكليف الأمير عبد الله بن سعد الله يذكره بالخير في رئاسة المجلس، ومن ثم استمرينا إلى هذه الفترة.